شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. عاجل عمورة في مفاوضات جد متقدمة مع ناديه الجديد. يبدو أن مستقبل المهاجم الجزائري الدولي محمد الأمين عمورة سيأخذ منعطفا جديدا ومثيرا. وبحسب مصادر مطلعة، فقد وافق اللاعب على اتفاق كامل مع ناديه الجديد يونيون سانت جيلواز، وهو فريق كرة قدم مقره بلجيكا. بعد أن تطور بنجاح داخل فريق لوغانو السويسري، يبدو أن أمورا مستعد لمواجهة تحديات جديدة وجلب موهبته إلى الأراضي البلجيكية. وبحسب معلومات الصحفي الفرنسي الجزائري الشهير ليكيب نبيل جليف، فإن الهداف السابق لوفاق ستيف سيغادر لوغانو لينضم إلى دوري جوبيلر المحترف ويتطور تحت سترة اتحاد سانت جيلواز. صفقة تم التفاوض عليها حول 4 ملايين يورو. يمثل انتقاله إلى بروكسل، الفريق الذي اكتسب شهرة في المواسم الأخيرة، خطوة مهمة في مسيرة اللاعب. معترفاً بسرعته وتقنيته وقدرته على تسجيل أهداف حاسمة، يمكن أن يثبت مواطن مدينة جيجل أنه رصيد لا يقدر بثمن لفريقه الجديد. قد تكون قدرته على خلق فرص التهديف والتسجيل في اللحظات الحاسمة هي الفارق في الدوري البلجيكي الممتاز. بينما يبدو أن نقل فينيك على وشك الانتهاء، من المهم ملاحظة أن التفاصيل التعاقدية والإدارية قد تستغرق وقتاً لتسويتها. ومع ذلك، بمجرد أن يصبح كل شيء في مكانه، يمكن لام أمعور الانضمام بسرعة إلى زملائه الجدد والمساهمة في طموحات أونيون سان جيلواز للموسم الجديد. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة.